الرياض يستعد رياض وبا با 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 جول عالمي هذا الجول يا رياض جول 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 من أين لك كل هذا يا رياض حطها في الزاوية التي يسكن فيها إبليس في الزاوية التي لا تصد ولا ترد رياض محرز يسجل هدف من أروع ما يكون أقل ما يمكن أن يقال عنك أنك رائع الجزائر صار لديها من ينفذ الكرات الثابتة رياض محرز أو رياض بودبوز فوزي غلام أو سفيان فغولي أو ياسين إبراهيمي الخيارات كبيرة لرياض يسجل هدف ولا أروع وكأنه حطها بيده في الزاوية اليسرى من مرمى الحارس من كرة ثابتة هدف من أروع ما يكون وكرة لا تصد ولا ترد أبدا لا يمكن أن يصدها أو يردها.